تأمن الحكومة في حينها المبالغ المطلوبة للرواتب، قدموا هذا الطلب في رفع سعر الصرف في حينها من 1182 إلى 1450، ارتفعت الأسعار، فكان في وقتها قرار من الحكومة وموافقة من البرلمان. طيب الآن القرار ما موجود، القرار الرسمي هو بهذه الأسعار ومتوفر ومتاح لكل رجل أعمال، لكل مواطن يحصل على هذا. شنو اللي أدى إلى هذا الارتفاع وهذه التقلبات؟ المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأمريكية، كان هناك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال، يسموها معايير الامتثال للنظام المصرف العالمي، وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قديم قبل عامين، أنه تمشون بهذه الإجراءات حتى بعد سنتين يكون النظام التحويلات المصرفية بهذه الطريقة، منصة إلكترونية ويتم تدقيقها. للأسف الإجراءات ما كانت بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف، يعني إجراءات البنك المركزي وحتى الحكومة السابقة، كان يفترض أن تتهيئ المصارف الأهلية، أن تتهيئ التجار لهذه الطريقة. احنا تاجرنا، خلينا نحكيها بالشكل الصريح، ما يروح لإجازة استيراد ويروح يفتح اعتماد مستندي ويسدد ضريبة وقمرك، لا، يشيل التليفون على شركة صرافة يقول له حول لي كذا مبلغ للدولة الفلانية، تجي السلعة أو شركة الصرافة شو يسوي؟ عنده مخلص قمرك يكمل الإجراءات، فواتير يرتبها، تجي البضاعة لحد باب المخزن. فهنا هذا التاجر لا مراجع، صح، إجازة استيراد ماخذ، لا دافع ضريبة، لا دافع قمرك. من تجي وتقول له الآن التجارة بهذه الطريقة وفق هذه الآلية، بالتأكيد ما يشتغل بها. اثنين، احنا تتذكر يمكن انت كذا حلقة وكذا برنامج على نافذة بيع العملة، صح، ودائما تحدث انه الفواتير مزورة والاموال تخرج ما ادري المن وتهريب، وهذا واقع. وإلا شنو بلد يبيع له باليوم 300 مليون دولار، شنو اللي نستورده بيوم واحد 300 مليون دولار؟ اكيد هذه عملة كانت تطلع خارج العراق، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات. تأكد لديكم هذا الأمر؟ واضح، تهريب العملة واضح، سواء حاليا عبر البارة أو عبر طائرات يقالوا، يعني الآن الآن عدل ارتفاع الأسعار في بعض المواد، شنو اللي يتوقف عن الحياة؟ يعني بحيث إحنا قاعد نبيع 30 مليون، إحنا قبل نبيع 300 مليون 200 مليون 250 باليوم الواحد، الآن قاعد البنك المركزي يبيع 30 40 50 يقتل نفسه. شنو اللي يتغير؟ شنو اللي ينفقد بالسوق؟ ماكو. إذن وين كانت الأموال اللي تطلع؟ وكلها بفواتير مزورة بسلع، يعني إذا تتذكر في مرة أكو فواتير على استيراد مادة الحديد يمكن تغطي العراق كله، في حين ما داخل هذا الكمية من الحديد، وهكذا في باقي السلع. قضية ثبوت التزوير أو التهريب، هذا حتى ثبته بشكل قانوني ويصدر بأمر قضائي يراد لإجراءات. نسمع أكو مزاعم، أكو تهريب، أكو أموال تنقل إلى أقليم كردستان ومن أقليم كردستان تذهب إلى دول الجوار. أنا تحدثت مع الأخ رئيس حكومة الأقليم وقلت له أكو هذه المعلومات وكون نتعاون عليها. احنا مشكلين فرق أمنية مختصة في كل مكان، في العراق، في المنافذ، في الطرق، نصبنا سونارات في السيطرات، أريد نتحقق ونمسك هذه، تكشف الأموال هاي السونارات؟ نعم بدأت تكشف أموال قليلة، بس ما وصلنا لهذه الملايين اللي يقال أن تم تهريبها. فإحنا جادين بهذه الإجراءات، وبنفس الوقت نطمئن المواطن أنه القضية مو قضية قرار، الآن العراق وضع المالي في أفضل حالات، عندنا رصيد، عندنا إيرادات، عندنا مدور، عندنا موازنة، عندنا قدرة على شراء أي مادة. يعني اليوم إذا قلق المواطن من ارتفاع الأسعار، مواد غذائية، قضايا إنشائية، حياتية غيرها، أنا وجهت وزارة التجارة
بأن تمارس دورها. وانطيتهم أمر والآن عندهم لجنة تشتغل من أكثر من أسبوع تستورد أي مادة يحتاجها السوق العراقي وتنزلها بسعر الكلفة. لأن احنا راح نستورد بسعر الرسمي للدولار. صحيح. في حين الآن المواطن من يراجع أو يريد يشتري من الأسواق شو يقول له؟ يقول له والله الدولار مرتفع. لا، أكو نفس السلعة موجودة بسعر الكلفة موجودة. فنطمئن المواطن، ما عندنا قلق من ناحية ارتفاع الأسعار. إجراءات تأخذ وقت لكنه سوف يتم السيطرة عليها إن شاء الله بإجراءاتنا كحكومة ما مطلوب من عندنا وبإجراءات البنك المركزي اللي هو معني بالسياسة النقدية. هل أنت مصر على إرجاع الدولار إلى وضعه الطبيعي أم أنك ستترك الأمر إلى حركة السوق وهو الذي يقرر هذا الدولار لأين يعني سيصل؟ لا بالتأكيد احنا الرجعة لسعره الرسمي ونوفره ونعود التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة، التجارة الشرعية. اللي يشتغل غير هذا الشغل فتجارته مو شرعية. احنا رجل الأعمال قاعد اجتمع بيهم كل فترة، كل أسبوع نجتمع معهم. زين، تعالوا شنو إشكالاتكم؟ ليش ما تجون لهذه التجارة الحقيقية الشرعية الرسمية؟ يقولون عندنا مشاكل بالضريبة، عندنا مشاكل بالجمرك. طبعا بالاجتماع قاعدين أبو الضريبة، أبو الجمرك، أبو البنك المركزي، أبو التي بي آي، كلها موجودة. زين، فقل لي شنو إشكالاتك نحلها بقرارات. وقاعد نشوف هنا كل اجتماع لمجلس الوزراء. صحيح. أو المجلس الوزاري للاقتصاد نتخذ قرار كل أسبوع في سبيل نهيئهم. هذا العمل اللي يفترض كان موجود سابقا بالسنتين اللي انطوها للبنك المركزي حتى يهيئ الأرضية ويعود التجار على الآلية الجديدة، هذا ما صار. احنا قاعد نشتغل هسه وراح نجيبهم للطريق الطريق الصحيح الطريق الرسمي. نعم. فأنا أطمئن المواطن أنه لا يقتني الدولار. الدينار، نعم، الدينار هو الأقوى، فلا يقتني. نصيحة، هذا تصريح مهم. هذا نعم، لا يقتني الدولار، الدينار هو الأقوى. نعم، الدينار هو الأقوى. جيد. وتغييراتك في إدارات البنك المركزي والتي بي آي، هل تأتي ضمن هذه الإصلاحات وضمن هذه التهيئة الأرضية لغرض السيطرة على عملية بيع الدولار وجعلها شرعية؟ أنا بالذات بالتغييرات يعني عندي منهج، مو تغييرات متسرعة وانفعالية، وإنما تغييرات مدروسة. مرة أنت تيجي تغير بناء على تحقيق على ملاحظات سلبية وهذا يوفق الإجراءات القانونية، ومرة تشوف أنه هذا المسؤول هذا الموظف ما يقدر يقدم أكثر من اللي يقدمه وأنت في مشكلة، بالتأكيد تبحث عن خيارات أخرى. والخيار الآخر اللي تبحث عنه تسأله، تقول له أنت أمامك هذه المهمة عندك حلول؟ فمن يقدم لك حلول يعطيك رؤية، بالتأكيد كنت تتخذ القرار وتغير. صارت القرارات سواء كان بتغيير محافظ البنك المركزي أو المصرف العراقي للتجارة وفق هذه الرؤية وهذا المنهج اللي احنا متبعيه في مسار عملنا لتطبيق المنهاج الحكومي. ما راح نتوقف عند أي مسؤول أبدا. أي مسؤول لا يقدم حلول لأي مشكلة نقول له جزاك الله خير، توكل بالله. نعم، تغييرات مستمرة. نعم، بكل المناحي وكل مفاصل الدولة. سمعنا نحكي بس عن المفصل المالي، من الوزير إلى الوكيل إلى المستشار إلى المحافظ إلى رئيس الهيئة إلى المدير العام، في أي مكان ما عندنا أي خطوط حمراء. انطينا 3 أشهر لكل المدراء العامين في الدولة العراقية راح تنتهي، وبدينا عملية التقييم. وانطينا 6 أشهر من بداية التصويت على البرنامج الحكومي في مجلس الوزراء للوزراء الحاليين. هذا الوزير الجديد انطيناه 6 أشهر، والوكيل والمحافظ ورئيس الهيئة 6 أشهر. وراح يكون تقييم مهني علمي مبني على مؤشرات لجان الآن التابع، ونعلن نتائج التقييم. حتى لو اضطر الوضع انه نغير 10 15 20 100، نصدر امر واحد نقول تم الاتفاق على نتائج التقييم وثبت ان هؤلاء غير قادرين على تحمل المسؤولية. ممكن تغير وزراء بكابينتك؟ نعم. في بالك هذا الشيء لحد الان بعد
ما مكتمل الصورة، لكن خلال 6 أشهر راح كل الكابينة الوزارية تخضع للتقييم. طيب خلينا نرجع إلى فكرة الدولار حتى نتجاوزها إلى موضوع آخر. يقال إنه يعني الولايات المتحدة لها دور في ذلك، فلماذا لا يحصل حديث مباشر بينهم يعني بيننا وبين الأمريكان؟ طبعا أنا مثل ما ذكرت هو اتفاق موقع مع البنك المركزي قبل 2 عامين. زين. واتفقوا على آلية، يعني مو قرار انفرادي من جهة وتفاجأ به البنك المركزي العراقي، وإنما اتفاق مسبق والحكومة تدري. عجب ما نفذوا البنك المركزي. يعني هم بحديثهم يقول نفذنا، دربنا الموظفين، بلغنا المصارف، لكن واقع الحال أنا ما شفت أكو خطوات عملية ترتقي إلى هذه الخطوة. طيب. الإصلاحية. عندنا وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، عضوية محافظ البنك المركزي، المصارف، مستشارين، وكلاء، راح يزور واشنطن يوم 7/2 في أكثر من ملف. أحد هذه الملفات التي سوف تخضع للنقاش مع الخزانة الأمريكية والفيدرالي هو موضوع تقلبات سعر الدولار والآلية المتبعة وفق المعايير الجديدة، والحوار مستمر وحلول موجودة. بالمناسبة يوم بعد يوم قاعد تزداد الحوالات، يعني يتأقلم عدد من التجار على الآلية. أي فقاعد يتأقلمون على، لأنه أفضل التاجر يريد السعر الرسمي حتى تستقر بضاعته، وبنفس الوقت حتى يكون هناك قابلية للشراء للمواطن. فأنا مطمئن من أنه العملية تمضي بالشكل الصحيح. هذا الطريق رغم أنه به نوع من الإجراءات الموجعة سببت قلق، لكنه الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنع من التهريب وغسيل الأموال. هذه هو الطريقة الصحيحة. العالم ماشي بهذه الطريقة، ماكو دولار يطلع من البلد إلا بمكانه الصحيح. يا أخي أكو سلع يدخلوها بفواتير بأسعار غير منطقية، غير منطقية. واضح الهدف من عدها إخراج هذه العملة خارج العراق. هذا الأمر يجب أن يتوقف. طيب فقط الوفد الرفيع المستوى؟ نعم. حضرتك شو تنشوفك في الولايات المتحدة؟ طبعا هذا خاضع للظروف وللمواضيع اللي لحد الآن لا. هذا الصعود بالدولار يعني ضغط على الإنسان الفقير، على العائلة الفقيرة العراقية. أنت كنت وما زلت قريبا منهم، مريت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى، وكنت قريبا من الفقراء. أخو ما تتخليهم يعني يضغط عليهم ارتفاع الدولار والناس مساكين يعني. أكيد لا، بتعرف حضرتك إحنا أولويات منهاجنا 5 عناوين. واحد من أهم هذه العناوين هو مكافحة الفقر. طيب. واليوم إحنا بعد مرور 3 أشهر على عمر الحكومة عدنا شيء نتحدث به في مكافحة الفقر. أولا إحنا حاليا انطلقت عملية البحث الاجتماعي اللي تستهدف بحث 1,700,000 طلب مقدم لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. فهذا عدد مو قليل في تاريخ العراق. في تاريخ الحماية الاجتماعية لم يشهد عملية بحث اجتماعي بهذه السعة. زي. 2 احنا انطينا سلة غذائية خاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وجهزنا الشهر الأول من هذا العام وراح تستمر. مستمر عفوا هذا السؤال. لا مستمر. مستمر. هذه جزء من إصلاحات البطاقة التموينية. تتذكر كان الحديث أنه يفترض البطاقة التموينية تقتصر على فقط المشمولين. صح. الآن إحنا بدينا بإعطاء سلة خاصة كمًا ونوعًا لذوي الفقراء. 3 وهذا أيضًا راح نطي يعني كمعلومة جديدة ضمن قانون الموازنة، أكو إعانات نقدية إضافية راح تروح لعوائل الفقراء لأبنائهم حتى يكملون الدراسة في المدارس الابتدائية المتوسطة وفي الكليات خاصة لأولاد. إذن إحنا غير الرواتب المقررة. غير الرواتب. إذن
احنا واجهنا الفقر من اكثر من بعد: المعيشي، الدخل، الغذاء والتعليم. الخدمات الان انت تشوف حملاتنا، بالذات حملات الجهد الخدمي الهندسي، وين تتركز؟ في المناطق الفقيره. صحيح. ليش؟ حتى نحسن الخدمه في هذه المدارس ومعالجتها وتاهيلها. حتى مشاريع السكن، المشاريع الكبرى، سوف يكون نصيب الفقراء هو النصيب الاكبر من هذه المشاريع اللي ان شاء الله اذا صار مجال نتحدث عنها. خلينا نحكي بها هسه. نعم. عندنا مشاريع سكن احنا. انت تعرف السكن وازمه السكن في العراق مرت في عده مراحل، مره نوزع اراضي، مره نقول واطئه الكلفه، ومره نقول استثمار. لا واطئه الكلفه صارت ولا الاراضي حلت ازمه. صح. تطيل المواطن يبيعها ب 10 ملايين ما ادري ايش كذا ويعوفها. ما بيها خدمات وبعيده. ولا الاستثمار حل المشكله. الاستثمار اليوم نتحدث عن وحده سكنيه بمئات الملايين. صح. في حين هذا المواطن وين القدره اللي عنده، او حتى الدخل المتوسط؟ يعني اليوم موظف يقدر يشتري في هذه المشاريع السكن. اذا شنو الحل اللي موجود؟ الحل اللي موجود هو بناء مدن متكامله وفق موديل اقتصادي راح تتبناه الحكومه طويل الامد، ما يرهق المواطن بالتسديد. الفئات اكو فئات راح نعطيها مجانا، واكو فئات راح نقسط الاموال على مدى زمني بحيث يجي المواطن يستلم وحده سكنيه في مدينه فيها خدمات لائقه له ولعائلته. وهذا مو حديث يعني تنظيري، هاي الثلاث اشهر كلها احنا شغل مع وزاره البلديات والاسكان، مع المستثمرين، كبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن. مدن وليس مجمعات سكنيه، وحددنا في بغداد والمحافظات، وان شاء الله قريبا نباشر في هذا المشروع. دولة الرئيس، خلينا شوي اكون صريح وياك بهاي القصه. نعم. هو اكو حكومات سابقه انطت اراضي، انطت مدري شنو، انطت سندات، قالت والمكانات كذا، هذه الراد لها فرز، هاي الراد لها مدري شنو، بعدين طلعت هواء في شبك. نعم. الان المواطن من يسمع الرئيس محمد الشياع السوداني، ولحد هاي اللحظه ما كاذب عليه بسالفه، فكون هاي الها اساس، الها مصداق، يعني كون هسه انتم قاعدين مفصلين الامر، محددين الاماكن، الاليات، التفاصيل، شو راح تنباع، شو راح تنبني، كم غرفه، ذني مهمات مسولفين بيهن، حتى المواطن راح يلمس ورش قد راح اشوف اني هسه انا فقير داخل اللقاع او بيت العفو من هاي القطاع الوحدات السكنيه، شو وقت راح تبين عندي؟ هذه اللي سولفت كلها هي هاي ما يدور في الاجتماع، وين نبنيها، شلون، والطريقه، نقعد مع رجل الاعمال، احنا نريد نبني المدينه بهذه التفاصيل، عندك المقدره؟ يقول اي، لكن اريد من عندكم 1 2 3. هذا كله عمليه بحث وتحديد اراضي وتحديد مواقع، وتدري القضيه مو سهله، قضيه شائكه، يعني الاراضي لو تلقاها للماليه، لو للاداره، كون تتخذ قرار، كون تنقلها للجهه المعنيه اللي تنفذ المشروع. لكنه اطمئن الجميع، ومثل ما ذكرت انا دائما واضح وصريح وصادق ان شاء الله مع ابناء شعبنا، موضوع السكن راح يشهد حلول حقيقيه وفق الرؤيه اللي تحدثت عنها، بناء مدن متكامله وتكون متاحه للمواطن، المواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط. انا هدفي هذه الفئه، مع احترامي لكل الفئات، هذه الفئه غير قادره ان تامن وحده سكنيه. بعد هذه التجارب السابقة الآن قررنا نوفر وحدة سكنية في مدينة متكاملة الخدمات. طيب. وهذا التزام راح نتخذه إن شاء الله. من ضمن الإجراءات والإصلاحات اللي قمت بها حضرتك أيضا مسألة الخدمات في المناطق الفقيرة، وأيضا الجهد الخدمي اللي يتوزع في أكثر مكان، منها أكو مثل ما سمعنا، يعني تفاجأنا بصراحة، أكو طريق سيربط المطار بغداد يعني بالخط السريع، الان يبدو اكو شغل عليه، واساسا دوله الرئيس هو المطار تعبان. نعم. يعني خلينا نكون واضحين هم شويه. نعم. نحكي وياك بصراحه. نعم. ايه ما دام شفناك. صحيح. يعني. صحيح. احنا ثق استاذ كريم، شغلنا هواي. ايه. اكو بي ما ظاهر بالاعلام، مرات يقول انتو اعلام الحكومه مو بالمستوى، لكن هو الشغل كون ننضجه
مثل ما تفضلت المصداقية، يعني احنا نريد ننضج المشروع حتى نقدمه للمواطن ويشوفه، لانه الازمه خلينا نكون صريحين ازمه ثقه. صحيح. دائما يسمع المواطن وعود وعهود وماكو شيء. يعني مثلا المطار، الكل ينادي انه هذا المطار ما يليق بالعراق ولا ببغداد العاصمه. احنا اتجهنا لمؤسسه التمويل الدوليه التابعه للبنك الدولي، وهي مؤسسه معروفه بمشاريعها. هي اللي اشرفت على عده تاهيل، على تاهيل وتطوير عده مطارات. زين. مطار الملكه عاليه، اسطنبول، جده في السعوديه. اتفقنا معاهم انه يتبنون نفس النموذج يطبق في مطار بغداد، وحاليا يعدون المحفظه الاستثماريه اللي راح يعلنوها لخمس شركات عالميه مختصه تجي توسع وتطور وتدير وتشغل المطار. هذا الميزه. يعني هذه الشركة هي اللي راح تتبنى كل هذا التفاصيل في هذا المشروع الحيوي. الجهد الهندسي والخدمي اليوم، هذا الفريق بإمكانياته البسيطة المتواضعة حقق خدمات سريعة ومهمة، بدت أنه حتى يربط المطار بطريق طوله 10 كيلو متر عرض 20 متر. يعني بدأ وين يروح للعقد الخدمية المهمة وينجز فيها مشروع. دخلنا مناطق ما مخدومة ومأهولة بالسكان، وبدأنا ننفذ بمشروع بإمكانيات بسيطة جدا. أنت تدري أنا حولت جزء من موازنة مكتب رئيس الوزراء اللي كانت مخصصة للمكتب 70 مليار دينار، حولتها لهذا الفريق. يعني بسبعين مليار احنا قاعد نشتغل، لحد الآن صار فينا 15 مليار. هذا الشغل كله. طيب انا بالموازنه القادمه راح اخصص مبلغ مالي مو اقل من 800 مليار دينار لهذا المشروع. زي. وطورناه بشركه من شركات وزاره الاعمار وسوينا له هيكليه، فتصور حجم المشاريع الخدميه اللي راح يشتغلها هذا الفريق عدا مشاريع المحافظات والوزارات الاخرى. هذا مشاريع طارئه، مشاريع خدميه في مناطق لم يحصل فيها اي مشروع خدمي. الموازنة شو وقت؟ موازنة تأخرنا فيها لعدة أسباب. أولا أنا ما أريد موازنة حالة حال الموازنات السابقة، أنا أريد موازنة تتوائم مع البرنامج الحكومي. مو من المعقولة أنا أطرح برنامج وأولويات وتحدث بها هنا يمك بالإعلام والموازنة في وادي آخر، مو صحيح. كل الأخطاء اللي صارت قبل، الموازنة في وادي والبرنامج في وادي آخر. لا، الآن أكو مشاريع واضحة وفق أولوياتنا موضوعة في الموازنة. هذا واحد. اثنين، احنا تدري عالجنا مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية اللي تتعلق بالعقود، بالأجور، بالتثبيت وغيرها. هذه هم حسابات كلها كنت تضمن في داخل الموازنة. وثلاثة، احنا وضعنا فيها إصلاحات حقيقية. يعني احنا أسسنا فيها صناديق مهمة، صندوق للمحافظات الأشد فقرا، صندوق العراق للتنمية، هذا اللي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لجزء يحل من مشروع السكن اللي تحدثنا عنه والمدارس. هذه كلها يراد لها دراسة وإنضاج حتى نقدم فعلا موازنة تنفذ ما وعدنا به جماهيرنا وشعبنا. هل فعلا ستحدد حضرتك سعر الدولار في الموازنة برقم معين مثل ما تحدث أحد السياسيين 1350 أو 1400، يعني رقم معين؟ طبعا هذا القرار يتخذ وفق مسارات بين احنا ما نريد نتدخل بالسياسه النقديه للبنك المركزي. زين. نريد نحافظ على استقلاليته وعلى مهامه وفق ما رسمه القانون. وايضا يحدد وفق متطلبات الوضع الاقتصادي. كل الاحتمالات وارده في تعديل سعر الصرف. الاحتمالات وارده. نعم. في هذه الموازنة التي تحدثت عنها حضرتك قلت أنها تريد أن توائم البرنامج الحكومي وموازنة إصلاحية، ولكن بالمقابل هنالك من يشكل عليكم كثرة التعيينات. نعم. الأرقام الهائلة للتعيينات والتي ستثقل الموازنة الآن وفي السنوات القادمة. نعم. وهذا يختلف عما ترتأوه من رؤية إصلاحية. نعم. أولا خلينا نجي للتعيينات ونفصلها. يعني مثلا من نجي للمحاضرين، المحاضرين متواجدين في المدارس بشكل تطوعي منذ سنوات وعملوا بدون أجر،
وبعدين حولناهم إلى قرار 315 بالقرارات السابقة للحكومات السابقة مو حكومتنا، وبدأوا يعملون بهذا النمط بعقود. طيب جينا احنا بقانون 21 قلنا اللي عنده 5 سنوات يثبت، وهذا قانون نفذه. جينا بقانون الأمن الغذائي قلنا لا، اللي عنده 2 سنين يثبت. زين هذا عنده أكثر من 5 سنوات مو 2 سنين وعنده تخصيص مالي فيطالبك تنفيذ القانون. والحكومة السابقة أمانة عامة مجلس الوزراء طالبت الوزارات أنه ترفع الكشوفات بالمستحقين للتثبيت وفق قانون الأمن الغذائي. اجت هذه الحكومة وما تتجاهل هذه المطالب، وهذه سنة هذه قوانين واجبة التنفيذ، وهذه مشكلة إنسانية. هذا المواطن من حقه أنه يثبت ويحصل على فرصة عمل ثابتة حتى يطمئن على مستقبله. اتخذنا هذا القرار بدون تردد، لكن بنفس الوقت أوقفنا التعيينات سواء كان بالعقود بالإجور اليومي، حتى العمل التطوعي هم أوقفناه. وكل جهة رسمية حكومية مدير عام وزارة محافظ يصدر أمر بعقود أو أجور خارج هذه الضوابط خلاف هذا القرار يحال إلى التحقيق. في الموازنة راح نوقف التعيين لإشعار آخر باستثناء التدرج الطبي، ومثل ما ذكرت احنا حلينا مشاكل لموظفين لمواطنين عدتهم سند من القانون وأكو تخصيص مالي أيدته الوزارة المختصة ووزارة المالية، فاتخذنا قرار التثبيت لهذه المجموعة. أنتم تحاولون في هذه الحكومة حل كثير من المشاكل، ومنها حل مشكلة الفساد أو ما أسميتها جائحة الفساد. نعم. جائحة الفساد يشكل عليكم وتقبل مني النقد. نعم. دولة الرئيس. نعم. يعتقل شخص وبعدين يطلع يط فلوس ويطلع. نعم. يعتقل آخر اللي باللجنة المالية وأيضا يطلق بكفالة. نعم. وجرائم أقل لا تطلق صراحة. وين نعم. صارت يعني؟ نعم. بس نور زهير هو نعم. لزمتوه طبعا. احنا من قلنا جائحة هي فعلا جائحة، لأنه حتى الفساد صار مثل يعني الفيروس يتكيف مع الإجراءات، فمواجهتها مواجهة يجب أن تكون بإجراءات أيضا استثنائية وغير تقليدية. المواطن من 2003 يسمع بالفساد والملف الفلاني والملايين والمليارات، وتشوف المتهم لو يحكم غيابيا لو ينسجن له 5 سنوات 7 وهو ماخذ له كذا مليار ويطلع بعدين، وجزء يطلع بالعفو. صحيح. قوانين العفو اللي صارت. طيب. احنا في مكافحة الفساد الأولوية استرداد الأموال. هذا لا يعني إعفاء المجرم أو المتهم بالسرقة من الأحكام، هذا موضوع ما بمجاملة ولا بأي تساهل. موضوع سرقة الأمانات الضريبية اللي هي سرقة القرن يسموها، هي أنا كنت متابعها من كنت نائب. ها. نعم يعني قبل لا أصير رئيس وزراء. عندك فكرة عنها سابقا؟ نعم عندي أولياتها، وكنت أتمنى أنه يتم فتحها في أثناء وجودي بالحكومة، لكن تم فتح هذا الملف واعتقل من اعتقل وهرب من هرب في زمن الحكومة السابقة. وجزء من الإشكالات الآن على باقي المتهمين أنه صفوا أموالهم وهربوا القسم الأكبر منهم، باستثناء المتهم نور اللي تم مسكه أيضا في مطار كان في طريقة للهروب. قرار إلقاء القبض أو الإفراج هذا مو قرار حكومي ولا قرار وزير ولا قرار لجنة تحقيقية بالنزاهة، هذا قرار قاضي. وأعتقد اللقاء الأخير بالحوار الشجاع للقاضي المختص كان واضح، بيّن أبعاد هذه القضية بالتحديد. الضجة التي أثيرت على هذا المتهم إلها أبعاد مفتعلة، جزء من عدها الجزء الأكبر، الجزء الآخر ضمن الجو العام للمواطن يريد يطمئن فعلا إجراءات حقيقية. شنو الجانب المفتعل في هذه؟ الصندوق الأسود اللي هو نور والآن تحت قبضة والتصرف القضاء بالتحقيق وبالاسترداد والكذا، أموال اللي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين، من سياسيين، من مصارف، من شخصيات،
للأسف حتى إعلامية، من طلع بدأ بعملية استرداد الأموال، هو يسترد الأموال وإحنا نسترد المال المسروق من عنده. أها. ها. فهو من يجي للجماعة اللي يوزع عليهم هاي الفلوس، خو أكيد ينكرون وينفون ويمانعون، وقسم من عندهم مثل ما ذكر القاضي جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة، وراح تتكشف الأوراق والأسماء قريبة. فهذا من يجي يقول تكشفوهم القضاء يكشفهم مو أنا، راح يطلع أسماء يعني نعم نعم الجهات المسؤولين نعم العوائل المصارف نعم الإعلاميين نعم المؤسسات الإعلامية اللي تأخذ راح تطلع حسب تصريحه واضح وحديثنا معه أنه سوف يتم كشف. كم من دولة الرئيس زين هو بدأ هذا نور قال لهم أنا طالع مكفل وأنا أريد أرجع الأموال، انطوني هاي الأموال أعطيكم إياها. فهنا صارت الممانعة، قسم منعتهم قاعد يبطي على دفعات يجيبهن وين يسلمهن للقاضي بالحساب المعروف اللي بدينا بأول دفعة وبدأ يسلم. هنا أثيرت الضجة من مصلحة هؤلاء أنه نور وين يبقى جوا، لأنه إذا يطلع برا أخو تدري قاعد يطالبهم بالأموال. عملية استرداد الأموال تدري فقط هذا المتهم محترف هو بتريليون وستمية، أنا كحكومة من مصلحتي أن ترجع لتريليون وستمية، لأنه إذا ما رجعت أكو شركات لها استحقاقات بهذه المبالغ راح تطالبني تعال أنه سدد تريليون وستمية، يعني فوق السرقة أنا راح أسدد لهذه الشركات اللي هم مخلين ضمانات ضريبية أسدد لهم تريليون وستمية. إحنا رغم ما تحملناه كحكومة لكني أنا أدعم قرار القضاء وأشجعهم وأساندهم في استرداد الأموال وبنفس الوقت محاسبة المتهم حتى لو استرد أمواله، وطبعا هذا القرار خاص بالقضاء ما عندنا سلطة على القضاء وإجراءاتهم واضحة وبكل شفافية. باقي المطلوبين ما تاركينهم، احنا فريق مختص من الأجهزة الأمنية يطاردهم في داخل وخارج العراق ونستردهم إن شاء الله. الآن عممنا بالأنتربول أوامر القبض عليهم في كل الدول، وإحنا هتشوف رحت لفرنسا وقعنا معهم وقعنا اتفاقية مع وكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، إحنا جزء من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. أنت من تدخل طرف بالاتفاقية على مستوى الأمم المتحدة كل دولة واجب عليها تسلمك المطلوب، بس ما كان أكو حركة بها ولا أكو مطالبة. الآن إحنا أي مسؤول يجينا من الخارج ضيف السلام عليكم الله بالخير، نحكي المحاور نقول له عندنا إجراءات في مكافحة الفساد، عندنا أوامر قبض، عندنا أموال مصارفكم، إذا أنتم جادين بالعلاقة مع العراق كون تسلمونا المطلوبين وتسلمونا الأموال. هذه صار محور ثابت في أي لقاء مع أي مسؤول في داخل أو خارج العراق. هذا النمط ما كان موجود في عملية متابعة إجراءات مكافحة الفساد، هذا هسه صار جي. لذلك ماكو مجرم راح يكون بعيد عن يد العدالة، راح نوصل له في أي مكان يتوقع احنا راح نوصل له. احنا الآن إجراءات القضاء واضحة وصريحة وقرارات شجاعة، ونشجعهم ونحثهم على اتخاذ المزيد والاستعجال بعملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين وفق القانون والدستور. يعني جنابك هسه حددت لنا مسارين، هو مسار انه اكو معتقلين غير نور زهير، نعم، والقضيه اكو موظفين اللي ساعدوا، وتدري هي شبكه من الموظفين قدموا هذه التسهيلات وسهلوا مع هذا الشخص اللي هو للاسف يعني استغل فوضى الدولة وعدم اهتمامها، وإلا شنو دولة يسرق منها 3,700,000,000,000 دينار؟ شنو هالجرأة اللي خلته هو والشبكة مالته يقرر يتخذ هذا القرار؟ هو كان على يقين أنه ماكو محاسبة وأنه بإمكانه يسرق هذا المبلغ. هذا التماهل بحماية المال العام للأسف هو اللي شجع هؤلاء السراق على هذه الأعمال. حولنا للسؤال الثاني اللي حضرتك شوي مريت عليه مرور مهم، اللي الآخرين اللي هاربين اللي راح تستردهم الدولة
فمعناتها محددين العدد طبعا معروفة الأسماء والشخصيات معروفة، خمس شركات معروفة أسماها. هو شلون يعني نور زهير والتحقيق تدري لدى القضاء احترف بموجب الوصولات اللي عنده. احنا بالمناسبة سبق وأن أعلننا التعاقد مع شركة عالمية لتدقيق الضمانات، لحد الآن نريد نتأكد أنه فعلا هذا الرقم اللي تم سرقته لو لا، لأن هذا هم ثابت يجوز أكثر يجوز أقل. أريده من خلال شركة تدقيق عالمية أجرينا التعاقد معها وراح يباشرون بمهامهم. فالشركات الخمسة اعترفوا يعني هذا المتهم والموظفين اعترفوا بموجب الوصولات الشركة الفلانية هل قد أموال سحبت، يعني ثابت ما يقدر ينكر. طيب. فمعروفة هذا تريليون 600 ذاك 600 ذاك 500 ذاك 700 ذاك 900 واضحة على الشركات، أغلبهم أوامر قبض ومتابعة عليهم مستمرة نشرناها بالأنتربول وإن شاء الله نوصل لهم قريبا. هل ستبقى الحكومة بنفس الصلابة في مكافحة الفساد في هذه القضية أو قضايا أخرى قد يشترك فيها جهات حزبية مسؤولين سياسيين وهذا قطعا سيجلب لك العداء من كثير من القوى السياسية؟ مسألة مكافحة الفساد قرار مفروغ منه لا رجع فيه، يعني مو موضوع خاضع للنقاش أو المجاملة أو مدارات هذا الطرف السياسي أو ذاك أيا كان. والعمل مستمر، يوم أمس تم إلقاء القبض على شبك في الضريبة إلها علاقة بهذا. لكن إجراءاتنا في مكافحة الفساد مو إجراءات غير قانونية بأساليب غير مهنية، لا إجراءاتنا تختلف، إجراءات مدروسة بمستندات بوثائق نتحقق من عدها ونمسك المتهم بالدليل. الآن احنا بدأنا أيضا بإجراء نوعي وهو كشف الذمة المالية. كشف الذمة اللي هو وفق مبدأ من أين لك هذا. صحيح. الآن احنا عندنا تعديل على هذا القانون حتى نشمل أي شخص حصل عنده إثراء غير طبيعي، لأن هاي الأموال من تسرق وين تروح؟ خلوها بأسماء مقربين لهم، في حين أنت تروح أسأل هيئة النزاهة تجد أن مسؤولي الدولة كلهم مقدمين كشف الذمة المالية، من مسؤول من مدير عام إلى كل المواقع الرسمية. زين وين هذه السرقة وين الاتهام اللي يطال بعض المسؤولين؟ أكو مبالغ توضع في أماكن في أسماء، مهمتنا كشف هذه المبالغ، هذا الإثراء اللي صار عندك. يعني البارحة هذا مدير الضريبة السابق من وجده عنده 11 عقار باسم زوجته، هذا منين اجى 11 عقار عمارات وكذا من راتبه ماخذ له سلفة من الرافدين و مشتري 11 عقار؟ خو اكيد سرقة واضح، وهو ما راح يصمد امام التحقيق ويقول هذا المصدر الاموال. هذا الاسلوب اللي اتبعناه، والان عمليه تحري على كل اللي يشتبه بهم، نريد نشوف هذه الاموال منين اجت. يوميا اكو منجز في هذا العمل، وارجع اقول يجوز ما واضح بالامام الراي العام لكن اطمئن المواطن. انا من البدايه معروف في مساله تشخيص الفساد واثره على الدوله. الفساد اليوم هو التهديد الحقيقي للدولة العراقية بعد داعش، هو اللي عطل الخدمات، هو اللي يطيل معاناة الفقير، هو اللي عطل كل المشاريع والبرامج اللي تتخذها، هو الفساد. فمتى ما كانت هناك همة وجدية وتعاون من الجميع، وهنا أتمنى على المواطن يعاوننا بالمعلومة، يعاون الأجهزة الرقابية بالمعلومة الحقيقية، مو معلومة التشهير والتضليل والتزييف اللي تعيقنا بصراحة وتشتت من جهدنا وتاخذ من وقتنا، وبنفس الوقت تسبب ردة فعل عكسية، لأن كثير من الموظفين النزيهين الذين يتصدون للمسؤولية لكنه يتخوفون من هذه حملات التشهير اللي يقودها بعض الفاسدين. صح. أنت حتى تربك الآخر أكو مواقع وصفحات وإعلان للأسف مهمتها ابتزاز المسؤولين، إذا ما تجي أنت وإذا ما تتفاهم وإذا ما ترتب راح نطلع لك ملف ونجيب لك مسؤول
صحيح. وما أكثر المسؤولين اللي يتحدثون بدون دراية بدون دليل بدون وثائق. هيئة النزاهة شنو الإجراء اللي اتخذته؟ اتصلت بكل القنوات الفضائية من خلال هيئة الإعلام والاتصالات، قلت لهم راح خليكم محقق يتواجد في كل قناة فضائية، المسؤول اللي يجي مو يجون مرات مع حضرتك ويقول الملف الفساد الفلاني كذا ويعطيك أرقام صحيح. ويقلب بالأوراق مالته وينزل النظارة مالته ويصحتها أوكي هذا موجود عندك المحقق موجود بالقناة زي. من تطلع من يم أستاذ كريم اقعد بالغرفة انطينا أخبار ولا تكتب اسمك بس اكتب لنا أخبار حتى نحقق. هذه هيئة النزاهة اتخذت هذا الإجراء. فعملية مكافحة الفساد يحتاج لها جهد جماعي جمهور نخب لكن بشكل ممنهج وصحيح حتى نحقق الغرض. تبحث عن حملة لمكافحة الفساد تشبه حملة مكافحة الإرهاب مع داعش. نعم أشم من هيك شيء نعم عندك. نعم ثق بدون مبالغة يحتاج لنا حملة شعبية وطنية ضد الفساد. الفساد آفة خطيرة تهدد الدولة لكن وفق السياقات الصحيحة بالمعلومة الصحيحة بالوثائق بالمستندات حتى لا نخلق ردة فعل عكسية. صحيح. أنا متأكد أنه راح نستثمر أولا نستثمر أبواننا بشكل صحيح حتى تعود بالخدمة على المواطن وبنفس الوقت نعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. صحيح. دولة الرئيس علاقتك والإطار التنسيق شلونها؟ صار لك كم شهر وشغل الحمد لله مع الإطار وغير الإطار علاقة طيبة مبنية على التفاهم والتوافق وفق المصلحة الوطنية وعندنا منهاج وزاري عندنا التزامات واضحة تنفيذية وتشريعية وفق الدستور وفق القانون نعمل عليها ولقاءاتنا الأسبوعية مستمرة. تدري اليوم احنا في بلد نظام نيابي هو النظام النيابي مجلس النواب هو اللي يحكم هو اللي اختار الحكومة والكتلة الأكبر هي اختارت المتحدث. أنا ما منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب هذا فلسفة النظام النيابي لكن وفق السياقات الصحيحة. احنا من البداية الاتفاق اللي حصل الاتفاق السياسي أنه عندنا برنامج برنامجنا به أولويات وصار الاتفاق عليه عرض على مجلس النواب تم التصويت عليه. أنا حاليا أنفذ هذا المنهاج ما معني بأي التزامات أخرى غير هذا المنهاج الوزاري الذي أقر وصوت عليه. بالاجتماعات الأسبوعية أو النصف الأسبوعية اللي تحضروها كإطار تنسيقي وحضرتك جزء من عنده نعم هل هنالك بعض المطالب اللي تطرح على حضرتك لو تشرح ما وصلتم إليه كحكومة؟ لا أولا الاجتماع مو فقط مع الإطار مع الإطار مع ائتلاف إدارة الدولة طيب في اللي يضم كل الكيانات وهو تحالف حدود 280 نائب. المفردات اللي نتحدث عنها نتحدث عن الوضع العام ما الذي نفذناه من البرنامج الحكومي يعني اليوم أزمة الدولار شنو إجراءات الحكومة نعطيهم فكرة اليوم إجراءاتنا في سبيل العلاقات الخارجية في علاقات الأمن شنو اللي راح نقدمه للمواطن علاقات ومواضيع عامة تخص الشأن الحكومي أو اللي يتعلق بالشأن الحكومي واللي إلى انعكاساته على أبناء الشعب وعموم المواطنين. هل هنالك مناصب معينة مناصب أمنية مناصب حساسة يفرض عليك من جهات معينة أو يطلب عفوا يراد لجهات معينة داخل الإطار أو غيره أنه نريدها أو نستحوذ عليها؟ هذا موضوع مهم اللي هو المناصب الأمنية والمناصب المدنية. المناصب الأمنية المواقع الأمنية الأجهزة الأمنية المواقع الحساسة كلها خارج أي استثمار أو تدخل سياسي نقطة راس صفر. هذه تخضع لضوابط المهنية والضوابط المعروفة وأنا صريح مع القوى السياسية وهم الناس هم تفهموا هذا الأمر فماكو أي مشكلة فيه. وقاعد تشوف أنت التعيينات الأجهزة الأمنية تتم من خلال إجراءات مهنية صرف وبالتنسيق مع المسؤول المختص. اليوم وزير الداخلية عنده مقترحات لموقع أمني موقع مهم تم دراسته دراسة الترشيحات تقييم هذا المرشح ويتخذ القرار. باقي الأجهزة الأمنية أيضا بنفس السياق. أما الأجهزة المدنية
نفس الأمر نفس السياق يطبق. هناك معايير لمناصب الدولة من وكيل من مدير عام، ووفق الصلاحيات المتفق عليها سواء كان بين الوزير ومجلس الوزراء أو مع الدرجات الخاصة في مجلس النواب. دولة الرئيس، جهاز المخابرات، الأمن الوطني، أجهزة أمنية أخرى، هي هذه يعني مطمع التوى السياسية والأحزاب واللي تضغط عليها، حتى بعض وسائل إعلامها نحسها بدأت تهاجمك لأنه ما لحد هاي اللحظة ما شوفتهم مثل ما يقول ريك طيب يعني، ولهذا أنه بدل رئيس الوزراء يعين أقاربه، يجيب أحد منا يحط منا، هذه يعني أحسها راح تخلق لك أزمة أو بادي تخلق لك أزمة داخل الجو السياسي، سواء حددها بالإطار داخل الجو السياسي العام. نقول أنا مثل ما ذكرت أنه المواقع الأمنية غير خاضعة لمحاصصة أو تدخل سياسي، وهذا كان حديث واضح وصريح اليوم نتحدث أمام الإعلام. وبالمناسبة لا القوى السياسية أيضا أصرت أو إلها موقف رافض لهذا الطلب والاتفاق اللي صار، كل القوى السياسية اقتنعت وأيدت هذا التوجه الحكومي في أن تكون هذه المواقع الأمنية تدار من خلال ناس مهنيين من داخل المؤسسة الأمنية، فهذا متفق عليه. الحديث عن تعيين أقارب، تعيين مقربين، هذا غير صحيح، وتحدثنا بأكثر من مناسبة، نطونا الدليل، نطونا الاسم، ليش تغلبون نفسكم يعني وتقول تنقل قال فلان وذكر الموقع الفلاني، وهاي الأجهزة الأمنية، طونا هذه الأجهزة الأمنية، جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني، وكالة الاستخبارات، جهاز مكافحة الإرهاب، باقي المواقع، من اللي يتعين من حزب أو من قريب أو من شخص محسوب، هذه كلها من باب التشويش والاستهدافات واللي ما نسمح بصراحة. طيب تصريحك عن العلاقة مع القوات الأمريكية أو المستشارين الأمريكيين داخل العراق والعراق والعلاقة مع الولايات المتحدة، ألم تخلق لك إشكالية معينة داخل بين حلفائك؟ موقفنا في هذا الأمر واضح وصريح، وهو العراق ليس بحاجة لقوات قتالية. نقطة راس سطر. لدينا من الأجهزة الأمنية القادرة والمتمكنة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد أيا كان، فما محتاجين قوات قتالية. وجود التحالف الدولي الحالي بدءا من استدعاء هذا التحالف الدولي اثر دخول داعش يحتاج لتنظيم، يحتاج لإعادة لترتيب شكل العلاقة. هذا الوجود، نبقي القوات القتالية، نبقي المستشارين، شنو المهمة؟ تدريب، تبادل معلومات، تبادل استخباراتي، شنو نوع التنسيق؟ طيب إذا حددنا هذه المهام إيش قد يبقون؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ هذه إرادة لها تحدد بشكل واضح وقانوني وشفاف، يعني يعلن أمام القوى السياسية، أمام البرلمان. هذا ما حصل بالفترة الماضية. الآن الحكومة تجري هذا الحوار مع التحالف الدولي في اجتماعاتنا مجلس الأمن الوطني. شكلنا فريق من الأجهزة الأمنية بإشراف المستشارية لإجراء هذا الحوار، وقريبا إن شاء الله نتوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد، التواجد قوات التحالف الدولي. إذا تحولنا إلى الملف الخارجي في علاقاتك أو في أدائك السياسي، زرت ألمانيا وفرنسا ويعني عقدت اتفاقات مهمة، خصوصا الاتفاقية الفرنسية، اتفاقية مع فرنسا كانت مهمة، وحديث لحد هاي اللحظة ما زال متقدا فيها. ما هي أهم ملامح هذا الاتفاق واللي ستنعكس على يعني أرض الواقع العراقي؟ احنا بدأنا بالزيارات لدول إقليمية وخارجية وفق مبدأ الزيارات والعلاقات المنتجة، يعني مو زيارات بروتوكولية نزور كذا ونرجع، أو نوقع أنه محضر اجتماع يجوز المحضر هناك ينكتبه بالدولة، لا، هذا السياق أنا تدري
ما أؤمن به، ولا انطانا فد نتيجة يلمسها المواطن العراقي. المواطن يشوف الوفود رايحة جاية وزيارات، لكن شنو أثرها على الشارع؟ ماكو شيء. حددنا ألمانيا ورقة معدة من الجانب الألماني ودعوة للزيارة وفريق عمل يعمل. تعالوا احنا رايحين لألمانيا يا وزارات يا جهات، شو نريد من ألمانيا؟ زين. بيا مجال بالكهرباء، حدد الكهرباء، شو نريد بالكهرباء؟ قالوا نريد 1 2 3. طيب إذا رحنا للألمانية ووقعنا لها مذكرة تتنفذ؟ قالوا إيه تتنفذ. شنو المطلوب؟ قالوا تخصيصات مالية. حضروا التخصيصات المالية ضمنوها، كملنا يلا سافرنا. من وقعنا مذكرات تفاهم مع سيمنز وقالوا حالها حال المذكرات. صحيح. لا مو حالها حال المذكرات، خلال شهر إن شاء الله أقل من شهر سوف يكون هناك وفد رسمي من ألمانية يحضر مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية، وكذلك مع شركة جي أيضا قاعد نتباحث معهم بشكل مستمر، وراح نوقع مذكرة تفاهم. رحنا لفرنسا، زيارتنا لفرنسا وأيضا بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون. كانت عندنا اتفاقية استراتيجية صار لها سنتين في الأدراج، درسناها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب باتفاق واضح المعالم في كل القطاعات، مو يوم يرحل إحنا موقعين مذكرة تفاهم في هذا القطاع أو ذاك. زين، شنو اللي نحتاجه أيضا بعد من فرنسا؟ فرنسا أنا جلست في مؤسسة اسمها منظمة أرباب العمل الفرنسية، طاولة مستديرة وكلها شركات فرنسية موجودة. فتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وين نحتاج الشركات الفرنسية. نعم. تفاجأت أنه أكثر من نصف الحاضرين هم يشتغلون في العراق الشركات. هذا اللي يقول لي أنا مشروعي بكربلاء، ذاك يقول لي مشروعي بكركوك، ذاك يقول لي عندي مشروعي بالبصرة. هذا شيء إيجابي. من تتحدث معه وأكو عندهم موطئ قدم. مشاريع معطلة، نسمع بمترو بغداد والقطار المعلق. صحيح. وقلت أنا في زيارة إحدى الزيارات لأمانة بغداد، قلت لهم حتى المواطن البغدادي مل من هاي السالفة، لأنه لا مترو ولا قطار معلق. يا بشينو هذا المشروع ليش معطل؟ مو هذا تصاميمه ودراسته كاملة. يعني شركة ألستون راحت اجت للعراق بال 2014 ودخلت ويانا بأخذ ورد على القطار المعلق، واحنا نخليها ما نخليها بالموازنه ندرسها كذا. كل سنه راحوا ونفذوا بدبي قطار معلق ورجعوا وبعدنا احنا ما متفقين وياهم، فصار الاتفاق ايضا حسم الموضوع. تعالوا الوفد حسم الموضوع. نعم. القطار المعلق يعني تعالوا هو التفاوض على السعر. قلنا لهم راح يصير فريق فني من عندكم من الشركه يجي لبغداد وفريق فني من عندنا، اللي اتفقنا على السعر نتفق، ما اتفقنا نروح الشركه استشاريه هي تعطينا السعر النهائي ونروح ندرجه بالموازنه ان شاء الله. وهكذا اذا زياراتنا زيارات وفق اجنده تعد اعداد صحيح بها مصلحه للعراق واكيد مصلحه للجانب الاخر، بحيث يلمسها المواطن من هذه الزياره. والا انا ما اروح زياره بروتوكوليه ما فيها اثر ملموس على البلد. يعني هذه الأعمال الكبيرة المشاريع الكبيرة هل سنشهدها؟ يعني احنا نسمع ميناء الفاوصال كذا سنة. نعم. ما اعرف فلان شي تأخر، فلان شي اشتغل، القناة الجافة نسمع. نعم. دولة. نعم. الرئيس. زين. احنا المواطن يريد يلمس. احسن، يريد يلمس ويريد يشوف. من نتكلم نقول نريد نحل أزمة البطالة ونوفر فرص عمل. زين، توفر فرص عمل، انت موقف التعيينات، شلون توفر فرص عمل بالقطاع الخاص؟ يا قطاع خاص، قطاع الخاص من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسات الإقراض اللي عندنا بها مشاريع ومشاريع جديدة، وانتهاء بالمشاريع الاقتصادية الكبرى اللي هي تحقق لنا نقلة، اللي هي اللي تكون ترجمة لهذا الحديث اللي دائما نسمعه، اقتصاد متنوع ما نريده فقط على ايرادات النفط. صحيح. هالسنه اكو ايرادات نفط، بكره يجوز ماكو نفط. اكيد. ايش نعطي للموظفين للمتقاعدين للخدمات للبطاقه للكذا غير كون نفكر في ايجاد بدائل؟ هذه هي المشاريع، المشاريع الاستراتيجيه الكبرى. راح نعطيك مثال، احنا بالموازنه اكثر رقم شنو؟ الرواتب، وراه الكهرباء. تجي الكهرباء شنو هذا الرقم؟
8 إلى 10 تريليون دينار استيراد الغاز نستورده. زين. تصور أنت راح تستثمر الغاز اللي عندك اللي قاعدة تحرق هنا، الغاز الآن المصاحب يحرق، إذا تستثمر الغاز اللي عندك وبعد ما تستورد هاي الثمانية أو العشرة تريليون وين تروح؟ تروح للسكن، للصحة، للتربية، للتعليم. زين. تروح للمواطن. فبدينا أنا الآن ملف استثمار الغاز رقم واحد عندي. يعني ما يخلو يوم مو أسبوع إذا ما أشيل التليفون على وزير النفط. سويت بهذا المشروع، وين وصلنا في هذه القضية؟ هذه الشركة عندها مشكلة، ليش ما اشتغلت؟ زياراتي إلى ألمانيا فرنسا، أول ملف أقدم لهم عندي غاز يحرق وعندي غاز طبيعي، انطوني شركاتكم خليجون يستثمرون وباتفاق مباشر. فصار أولوية عندي. زين. من يصير هذا المشروع أولوية، هذا مشروع اقتصادي، أولا ينطي وفرة مالية، يوفر لك عائد مالي، ثانيا يوفر لك فرص عمل، وهكذا. ميناء الفاو، عوفك من الحديث الميناء يتنفذ ما يتنفذ، لا الميناء قاعد يتنفذ، وهذه السنة 23 يعني راح تكون نسب التنفيذ متسارعة أكثر. من الآن فكرنا شلون نشغل الميناء، خو مو ننتظر 2025 من تكمل المشاريع وبعدنا احنا متطلبات الميناء. من الآن احنا اتصالاتنا مع شركات عالمية، تعالوا كملوا الميناء، اكو متطلبات وانتم تديرون الميناء وتشغلوه وفق الإدارة الحديثة. الميناء ما يشتغل بالشكل المصمم إلا وفق دراسة المستشار الإيطالي لهذا المشروع إذا ما تربطه بالقناة الجافة. احنا أيضا اجتماعاتنا مستمرة مع الشركة الاستشارية ومع الجانب التركي حتى نوصل إلى اتفاق ونمد سكة الحديد وخط السكة. أنا قبل لا أروح لفرنسا بيومين كنت باجتماع مع الشركة الاستشارية ورسمنا المسارات وراح يسلمنا المشروع كامل. سلمه كامل حتى نروح وين؟ نتفق مع الشركة المنفذة. هذه كلها مشاريع استراتيجية مهمة راح تغير من واقع الاقتصاد في العراق، في داخل العراق وفي خارجه. العالم من يشوف العراق ينفذ ميناء هو الأكبر على مستوى المنطقة وينفذ طريق يختصر الطرق ويقلل كلف نقل البضائع من الشرق إلى الغرب، بالتأكيد النظرة راح تختلف، التصنيف راح يختلف الاقتصادي، الإقبال الشركات على العراق راح يختلف. هذه نشتغل فيها بموازاة هذا العمل اللي نشتغله، قاعد نشتغل بنفس الوقت بنفس الهمة بنفس العزيمة في مشاريع استراتيجية اقتصادية تحدث نقلة نوعية. هذا مو كلام، مو خطاب، هذا شيء ملموس. مثل ما ذكرت أنا ما أتحدث عن فراغ، أنا أتحدث عن عمل، أكو جيش من المختصين من الوزارات من الفنيين اللي قاعد يعملون عليه. نحن نتمنى لك الموفقية والنجاح وأن تنفذ كل ما تفكر وتتمنى حتى يستفيد المواطن العراقي الآن ومستقبلا. شكرا لك على هذا الوقت دولة الرئيس، وممتنون منك كثيرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا. وشكرا للمشاهدين الكرام، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.